يلا قومي عشان نروح السوق. يلا شوف وش طلع بتشخر وهي نايمة. ولك قومي يخرب بيتي. ايش بدك امي؟ قولك يلا قومي تأخرنا يخرب زويك. امي خليني نام 5 دقايق بس. طبعا اللي بده يسهر لتنتين بالليل ما راح يحسني فيه الصبح. بدك تقومي لا بقى انتي. يا الله قمت خلاص. نعم شو؟ يلا قومي بسرعة لوقت ما انا اروح اجيب مصاري من ابوكي واجي. اصحي بسرعة. مصاري؟ وين راح؟ ها انت وين ابوك؟ شفته شيء؟ ما بعرف ولا شفته ولا عدى عليه منه. ما بعرف شو طول. انا بعرف راح اتخبى عشان ما اخذ منه مصاري. بس انا بعرف الاقيه. ابو عبيده طابي كرامتك انا راح الاقيك. بسرعة بسيطة يا عبد. انا بفرجيك كيف ما بدي انزل السوق. عمين معي نفس القصة. انا بفرجيك طول بالك. ولا اصحي بقى اصحي يخرب بيتك من حالك. يلا حاضر امي حاضر. يلا يا رب. انا تعبت كتير ما عاد اتحمل. يا رب بني ادمين. ولك اصحي يا بنت الصرامي. تمام ابو شريك. تمام. الساعة التالتة بنلتقى بالضبط. نشوف مين راح يفوز. قولوا اخو لسه انا ما قلت لكم على البستيت اللي عندي. والله لخليكم جنو. سلام قولا من رب الرحيم. عبادة امك راحت؟ راحت السوق هي وخدوج. الحمد لله نفدنا. كان بدي تاخذ مني مصاري. لحظة انت وين بدك تروح الساعة الثالثة؟ طالعين انا ورفقاتي سباق بسكليتات. شو؟ انا جاي كمان. نعم؟ وين جاي؟ ليش انت قدران تمشي؟ نعم قصدي يعني انه كبرت وما عاد تقدر تسوق بسكليت. لا انت ايش عم تحكي انت؟ بدك قصدي انه ما راح تطلع مع اولاد من عمر ابنك تطلع معهم سباق. يعني انت بدك ناس اكبر. انا جاي معكم على السباق وراح اطلع بسكليتي انا. خلاص ماشي مثل ما بدك. منشوف مين راح يكسب. لحظة انت قلت الناس يشتركوا بقناتك؟ لا لسه ما قلت حدا. ايش عتستنى؟ ما تقلن. يلا حبايبي كل عم شوفوا الفيديو لسه اشتركوا بالقناة حطوا لايك وفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار عن كل فيديو. خلينا نوصل ل 2 مليون. لك وين عبادة؟ ليك اجا جايكم راح يكسر راسكم. جايكم ملك الشبح. وينك الله يا زلمة؟ اسمع والله في مشكلة. وين المشكلة؟ ابوي طالع معنا في سباق. شو؟ واحد اثنين ثلاثة. ابو عبادة انت ليش ما طلعت؟ انت قلت واحد اثنين ثلاثة ما قلت اربعة. قول بسرعة خلصني. يلا اربعة يلا 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 يلا. والله ماني عارفك. انا بفاجئك. لك هذا صبانة.
خدوج يلا يلا بسرعة. الحقي خدوج، في شباب عم بيلحقوا ابوكي بدهم يضربوه. شو؟ طيب وين رايحة انتي؟ بدي اطلعهم من الطرف الثاني. من الطرف الثاني لا تروحوا ربع بدها. ايش بك؟ ايش كوم النوم؟ يا غمي ايش عم تعملين انت؟ بدك تفهم علي الموضوع غلط. نحن كنا عم نعمل سباب بسكويتات. شو؟ سباب بسكويتات؟ اخ سباب بسكويتات. تواصوني والله ما لي خبر. بعد عم تلحقوا ربع بدكم تضربون. ما تواخذوني كرمال الله. حقكم علي. وين عم تروحوا يا حقين انت ويا زيكم؟